السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تزود مساحة الرامات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك، بحيث ان انت تقدر تشغل اي برامج مهما كانت البرنامج ده برنامج كبير او تقيل على جهاز الكمبيوتر، او تشغل اي العاب. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله أرجو إن أنت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الأولانية اللي احنا هنعملها إن احنا نروح على اللي هي قائمة ابدأ، وبعد كده على الإعدادات، تمام كده اهوت، وبعد كده نروح رايحين على النظام، وبعد كده نروح رايحين حول الجهاز، وبعد كده نروح رايحين على حاجة اسمها إعدادات النظام المتقدمة، تمام كده. هتفتح معايا بالصورة ديت، اروح جاي عند خيارات متقدمة واضغط على اللي هي الاعدادات، وبعد كده اروح رايح على حاجة اسمها خيارات متقدمة، تمام كده اهوت، وبعد كده اجي عند حاجة اسمها الذاكرة الظاهرية، تمام، وبعد كده اضغط على اللي هو تغيير، تمام، واشيل علامة الصح اللي موجودة هنا. طبعا انا عندي الزيادة اللي هزودها في الرامة ان شاء الله هزودها في بارتيشن سي. ليه؟ لان بارتيشن السي اللي موجود عندي ده هارد اس اس دي. طبعا لو كان ما عندكش هارد اس اس دي ينفع برضو لو كان الهارد من الهاردات القديمه، مفيش اي مشكله خالص، بس يفضل لو كان هارد اس اس دي، لان طبعا ده هيدي لك سرعات عاليه في الذاكره. طيب بعد كده نعمل ايه؟ ننزل على حاجه اسمها حجم مخصص، تمام كده، وتبدا حضرتك تحدد حجم الرامات اللي انت محتاج تزوده. على سبيل المثال انا هحتاج ان انا ازود 6 رام، يعني هعمل رامة كمان 6. الجهاز بتاعي اصلا هو 6 رامات، وانا هزود كمان عليه 6 رامات. لو انا بصيت على الرامة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي هتلاقيها 6 جيجا رام، فانا هزودها للضعف. طيب من المعروف ان اللي هو الجيجا 1024 ميجا، تمام كده هوت، فانا هضرب اللي هو 1024 في 6 فيطلع معايا اللي هو 6144. هبدأ اكتب 6144، تمام كده، واجي في الحد الاقصى للحجم، تمام كده، هضرب في 2، تمام، هيطلع معايا بالظبط 12288. هبدأ اكتب الرقم ده، تمام، 88. طيب بعد ما حضرتك تعمل الخطوة ديت هتضغط على حاجة اسمها تعيين، تمام، وبعد ما تضغط على اللي هو تعيين هتضغط على موافق، وبعد كده تضغط على موافق وتضغط على موافق، تمام كده هوت. في الوقت ده لازم حضرتك تعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر، هو هيطلب منك إن أنت تعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان الإعدادات ديت تبقى إعدادات تم تنفيذها. فهتعمل اعاده تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك، وبعد كده تستمتع بان انت زودت عدد الرامات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد متنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.